الأخبار قالت بقى إن الأخبار المسائي قالت أو اختارت الكلمة الأدق والأصح، وإن مارتين لاسارتي بيحفز اللعيبة. قالت كمان إن بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة الأوروغواني مارتين لاسارتي إن هو يصحح الأخطاء اللي ظهرت خلال الفترة اللي فاتت، في إطار طبعا حرص الجهاز الفني إن هو يوصل لأفضل مستوى قبل مباراة شباب تستورة الجزائري اللي هتقام إن شاء الله يوم السبت اللي جاي في الجولة الأخيرة والجولة الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا. بيسعى الجهاز الفني ان هو يجهز اللعيبه نفسيا وفنيا قبل المباراه المصريه، خصوصا طبعا ان الفريق محتاج ان هو يفوز عشان يضمن ان هو يصعد للدور القادم او دور الثمانيه للبطوله. عقد المدير الفني اجتماع مع اللعيبه عفوا مع بدايه التمرين، الاجتماع ده كان مدته 15 دقيقه، اتكلم فيها طبعا عن مواجهه شباب تستورة الجزائري، وركز اكيد لاسارتي على ضروره التركيز في الفتره اللي جايه عشان يتفادى اي سلبيات، ولازم ان احنا نفوز في المباراه القادمه مباراة شباب تستورة الجزائري عشان نقدر نتأهل لدور الثمانية في البطولة. ورجع طبعا الفريق لتدريبات الجماعية امبارح بعد انتهاء الراحة اللي حصل عليها أول امبارح، في ظل طبعا استقرار المدير الفني على السفر مبكرا لإسكندرية عشان يعمل هناك معسكر مبكر قبل المباراة ب 48 ساعة. خاض لعبة الفريق الأول اللي شاركوا في مباراة فيتا كلاب الكونغولي تدريبات استشفائية على هامش التمرين الجماعي من خلال تدريبات الجري حوالين الملعب قبل ما يكملوا تدريباتهم في الجيم تحت إشراف أليخاندرو مدرب احمال الفريق. وما اكتفاش المدير الفني بالجلسه الجماعيه، كمان حرص ان هو يعمل جلسات منفرده مع اللعيبه زي سعد سمير مدافع الفريق، ده طبعا عمل معاه جلسه منفرده على هامش تدريب امبارح، وحرص لاسارتي ان هو يدي مدافع نادي الاهلي بعض التعليمات ويطمن برده على حالته البدنيه والفنيه مع بدايه التمرين. شاهد كمان التمرين تصعيد ثنائي حراسه المرمى في فريق الشباب حمزه علاء ورمضان مصطفى للتدريبات، وحرص كمان طارق سليمان مدرب الحراس ان هو يصعد ثنائي حراسه المرمى في فريق الشباب لتمرين النادي الاهلي عشان يعوض برضو غياب حارس الفريق محمد الشناوي وشريف اكرامي بسبب الاصابه.